انا عندي سؤال معلش، هو اصلا ليه البني ادم ممكن يبقى قاعد فعلا في امان اللي فجاه لازم تقوم داخله عليه افكار اللي هي الحاجات اللي بتوتره او المشاكل اللي عنده؟ اصلا ليه ده بيحصل؟ طبيعه البني ادمين كده يعني. هو انا اللي لازم اتعلم ازاي اسوق دماغي، مش هي اللي بتسوقني. انا لو سبت دماغي اروح من فكره لفكره. انا اوقات بعمل حوار مع النفس يعني بجد والله. ده مهم جدا. ده مهم جدا والله. هو انك تعملي حوار مع نفسك ده عادي، لكن لو نفسك ردت عليك هنا في مشكله. لا هنا تروحي الدكتور. هقول لك والله بعمل هنا تعرفي دي حاجه مش مظبوطه. لا يعني بعمل ايه؟ انا مثلا قاعده عادي او خارجه وات ايفر، جت حاجه من المشاكل مثلا بتضايقني، فبكلم نفسي بقول معلش مره ثانيه ان شاء الله نبقى نشوفها. صح لانك ده والله صح. يعني هنشوفها بعدين واكمل ومركز وبتروح. واكشلي هو ده الهدف من المديتيشن اللي اوصل له، ان انا لما اهدى جدا تبتدي الافكار. يعني تخيل لو انت اعصابك تعبانه قوي وستريسد واعمل كل، هل تقدر تطلع قرار سوي؟ لا طبعا. لان هو اصلا وانا غضبان مثلا، لو ان هو ساينتفكلي هو علميا ان انت اول ما تبقى اندر ستريس بيحصل شات داون الاناليتيكال مايند، الحته اللي هي بتحلل والتفكير والكلام ده بيشات داون، مفيش وقت افكر. هو بيبتدي الايموشنال مايند اللي في النص، ده جزء المخ وده الفرونت وده الايموشنال، بيبتدي هو خد اكشن سريع ريفلكس اكشن. مش العربيه هتخبطني فانا بفكر لا، هو كله بيشات داون وبيروح للحته اللي انا محتاجها ضروري. يعني ده وقت هضم؟ لا، الهضم هيقف. ده وقت تفكير وتحليل؟ لا. فهنا ايه اللي محتاج؟ محتاج الدم فين؟ محتاج دم في العضلات ان ياخد اكشن بسرعه، ومحتاج السكر الجلوكوز يتفرز في الدم اكتر، ادرينالين بقى يبتدي يتفرز ويساعد الجلوكوز انه يتفرز في الدم، علشان انا محتاج سكر عشان اجري، محتاج طاقه. متخيلين بقى ان احنا ده بيتفرز طول الوقت؟ عشان كده امراض السكر بتيجي، عشان كده القلب بينبض كتير، فعدد القلب وتبتدي الضغط يعلى. طب هل اللي حضرتك بتقولي عليه ده بيحتاج او يستدعي ان الواحد يعمل عمليه تاهيل قبل ما يدخل في التفاصيل اللي تتكلم عليها، سواء في بالنسبه لتمارين النفس او الاسترخاء؟ لان الناس برضو كتير مش متعوده على النوع ده من اللايف ستايل او حتى التمارين. طب خلينا نربط اللي احنا قلناه ببعض. يعني لو احنا صحينا الصبح وحسينا ان جسمنا كله تعبان، كاني ما دخلتش في الديب سليب، ان المخ مع الوقت من كتر ما هو شغال بيفضل البرين ويفز بتاعتي بتفضل فوق في البيتا في التركيز الجامد قوي، عشان اوصل مره واحده للدلتا اللي هو اخر برين ويف لاخر الويفز بتاعت المخ دي انها تفصل تماما، ما بقناش بنوصل لها بسهوله. اوكي عشان اوصل لكده محتاج لازم امرن، وما استهنش بالكلام ده. يعني محتاج الصبح اصحى اقعد ريلاكس، اخد قبل ما انط من السرير واجري اصحى 5 دقايق بدري، بس اقعد اخد نفس عميق جدا عشان اخد النفس كويس. ما ينفعش ابقى قاعد اعمل كده قافل على الرئه وراسي لقدام، لازم افتح ادي مساحه للرئه بتاعتي وابتدي اركز كل تفكير. استفدنا بقى في محتاجين الموزه اللي نشغل بيها الدماغ. فهنا ممكن حاجتين قلنا، يا الفيجواليزيشن، تخيل نفسي في مكان حلو. خلي ده الفيجواليزيشن دي بعمله لما الاقي نفسي خلال اليوم دخلت في ضغط عصبي جامد وابتدى يجي لي اكتئاب ومخنوق، احاول اروح المكان بتاعي ده. اوكي الصبح اللي انا عايز تمرين اللي احنا نعمله، انا بتعلم اتنفس للبطن، ودايما البطن تطلع واحنا بناخد النفس مش العكس. يعني لو حطينا ايدينا على بطننا ليه البطن لازم تطلع لبره؟ استمر يا كريم. بتطلع يا اختي، اتضح انها ليه لازم البطن تطلع لبره؟ الحجاب الحاجز بينزل لتحت فيزق البطن لبره فيدي مساحه للرئه. بطلع على كام يعني؟ مش بتبقى ما هنا بقى برافو عليك. سؤال بقى هايل ليه؟ لان عايزه هنا هدي بقى هنا المزايا للمخ اني هعد النفس وهو داخل وهو طالع. فلو سرحت العد هيتلخبط، فلو عديت في 3 مثلا دخلت النفس في 3 عدات وحاول اطلعه في 6 عدات، يعني طلعه بالراحه جدا ومن المناخير مش من البق، عشان عايزه النفس يطلع بالراحه من المناخير، انفتحت المناخير ضيقه. ولو نفست وطلعت من بقي كتير يجي لي حاجه اسمها هايبر فنتليشن، ابتدي ادوخ والاكسجين مره واحده حصل له بوستنج جامد. احنا مش عايزه اعمل كده، عايزه ادخل مناخيري بالراحه واطلع بالراحه. ودايما في اليوجا في العصر بيقولوا جيف مور ذان وي تيك، بدي اكتر ما باخد، فباخد نفس في 3 ادي اكتر في 6 عدات. فهنا لو قعدت اعد في 3 واطلع في 6 هل هتقدر تسرح؟ لا، لان انا مركز في اللي بعمله ده في العد. هنا بقى هنا الموزه اللي اديتها للمونكي مايند بتاع القرد اللي بتنطط جوه.